يعطيكم العافية. اليوم نعلمكم نحكي لكم عن مشروع اللي عملناه. نختصر موضوع الارتفيشال انتليجنس. عندنا فكرة عامة عن الفيلدز اللي فيها بحثة بالارتفيشال انتليجنس. بدنا نحكي لكم عن فيلد معين في الارتفيشال انتليجنس اسمه المشين ليرنينج. من المشين ليرنينج بنحكي عن الكلاسيفيكيشن الجوريثمز. احنا درسنا نيورال نتوركس. نيورال نتورك هو كلاسيفيكيشن الجوريثم. هو بيعمل كلاسترنج، بيعمل ريجريشن كمان، بس يعني هو مينلي كلاسيفيكيشن الجوريثم. فبدنا نتخصص في هذا الموضوع، نشوف ايش في عندنا كمان الجوريثمز ثانيه بتعمل كلاسيفيكيشن ميثودز. بدنا نحكي كيف نعمل كلاسيفيكيشن للداتا بشكل عام، كيف نستعمل هذا الحكي في الكنترول، في الانجينيرنج، في حياتنا الى اخره. وبالاخير بدنا نحكي اكمل شغله بالنهايه قد اهميه هذا الموضوع. بالنسبه للارتفيشال انتليجنس في عندنا هدول السبع فيلدز، المين فيلدز اللي هلا العلماء عم يبحثوا فيهم: البلانينج، ريزنينج، بيرسبشن، كوميونيكيشن، نوليدج، موشن اند موفينج اوبستكلز يعني، والليرنينج اي كي اي ماشين ليرنينج. هدول المجالات اللونج تيرم جولز للاي اي، الاشياء اللي عم ببحثوا فيها لقدام انه يحققوها عن طريق الاي اي، هي السوشيال انتليجنس، يصيروا يفهموا علينا، على المشاعر، على هاي الاشياء، يصيروا عندهم كرياتيفيتي، يقدروا يعملوا شيء من الصفر، مش ما برمجناهم انهم يعملوه، احنا مش متوقعين انهم يعملوه. والجنرال انتليجنس يصيروا زين. عندنا المشين ليرنينج اللي اخذناه من الفرع من الارتفيشال انتليجنس. المشين ليرنينج مقسم لكلاسيفيكيشن، كلاسترينج، وريجريشن. هدول المين فيلدز تبع المشين ليرنينج. الكلاسيفيكيشن هو عباره عن انه يكون في عندنا داتا سيت انبوتس وفي عندنا اوتبوتس. بتعرفوا واحد شرح لنا يا دكتور لطفي، في عندنا انبوتس، في عندنا داتا سيت اوتبوتس، ولازم نشوف اللينك بينهم، لازم نشوف اللينك بينهم، ونخلي المشين نفسها تصير تقدر تعمل لينكينج بينهم. نعطيها الانبوتس، تعطينا الكلاس تبعتها. الكلاسترينج غير هيك. الكلاسترينج ما عندنا اوتبوت معين، ما عندنا شيء معين نعرف شو هو، بنحط لها الانبوتس وهي بتلاقي على حالها العلاقه بين الاوتبوتس. الريجريشن احمد بده يحكي لنا عنه. الريجريشن مينلي بيستخدم علشان تطلع الماثيماتيكال ريليشن شيبس، علشان ما يضل عندك بلاك بوكس ريليشن بين الانبوت والاوتبوت. هلا الريجريشن في له اكثر من نوع، اذا بضل معنا وقت في اخر المحاضره طبعا في فيلم ماتلاب تول بوكس كثير رهيب، رح نحكي عنه وراح نفرجيكم اياه ان شاء الله في اخر البرزنتيشن. الكلاسيفيكيشن الجوريثمز، في عندنا ابسط كلاسيفيكيشن الجوريثم هو النايف بايس. النايف بايس هذا بيستعملوه للداتا سيتس الصغار، اذا كانت العلاقه بين الـ البارامترز في الـ في الـ في الـ في السامبلز اشي يعني نايف زي بيحكوها زي بسيطه او بديهيه. هذه الاشياء البسيطه. بعدها بيجينا عندنا اشياء يعني اعقد شويه صغيره، مور ادفانسد، نيرست نيبر، كي نيرست نيبر، او ديسيجن تريز، حنشوفهم بالتفصيل كمان شوي. بعدين في عندنا الاعقد كمان، الارتفيشال نيورال نتوركس والسبورت فيكتور ماشينز. هذول السبورت فيكتور ماشينز حلت محل تقريبا النيورال نتوركس لانها بتعمل جنراليزيشن احسن، كمان حنحكي عنها كمان شوي. من النيورال نتوركس في عندنا ثلاث انواع عم بتحقق اللونج تيرم جولز اللي حكينا عنهم للارتفيشال انتليجنس، اللي هم الجنرال انتليجنس والسوشيال انتليجنس وهي الاشياء، اللي هم الديب نيورال نتوركس الجداد هذول، والكونفوليوشن نيورال نتوركس والديب بليف نيورال نتوركس، كلهم موجودين لهم تول بوكسز على الماتلاب اذا حاب حدا يطلع عليهم. بالنسبه انه الواحد بفكر انه طب يعني ليش ما انا استعملهم كلهم؟ إذا أنا بدي accuracy، إذا أنا بدي إشي معقد كتير بدي أعرفه، لازم أستعملهم كلهم. عملوا هذا الإشي اسمه ensemble methods. ensemble يعني بتجيب كل إشي بتستعمله بنفس الوقت. في عنا two main ensemble methods: boosting و bagging. bagging اختصار لbootstrap aggregation. الboosting فكرته الأساسية إنه إحنا في عنا weak learners. weak learners زي nearest neighbor أو decision trees. هدول بيعتبروا إشي بسيط، ما بيعملوا learning بشكل معقد، بضل error تبعهم عالي. فشو بنسوي احنا؟ بنعلم اول وحده فيهم، بنعول اول مثلا ديسيجن تري، بنعلمها، بنشوف وين السامبلز اللي غلطت فيهم، بنعطيها ويت كثير عالي، والسامبلز جابتهم صح بنعطيها ويت بطيء، وبنعلم اللي بعديها، وبنضلنا هيك على بال ما نحصل ايش؟ ايرور كثير قليل. هلا هذه مساوئها انه بطيئه، بس محاسنها انها ديترمينستك، يعني اكيد دائما تعطينا درس احسن، مش افيشنت هي. الباجينج غير، الباجينج افيشنت اكثر بكثير، بس مش اكيد تعطينا ريزلتس احسن، كمان شوي حنحكي عن الباقي. هلا بالنسبه للديسيجن تريز، ديسيجن تريز طريقه كثير حلوه للكلاسيفيكيشن وممكن تفيدنا كثير في الكنترول. فكرتها هي عباره عن منطقيه،
احنا بناخذ المين اكثر معامل بفصل الداتا سيت من النص. يعني عندنا مثلا زي مثلا اذا عندنا مثلا الداتا سيت اللي حكينا عنها البوزنس مشرومز، احنا في عندنا استعمال داتا سيت بوزنس مشرومز، انا احدد اذا المشروم هذه ادبل او بوزنس، بتاكل او 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 حيعملنا بوزنس. فمثلا عندنا اكثر شيء بفرق هذا الحكي انه مثلا عرض الراس تبع المشروم، فاذا هذا فهو بياخذ اول واحد، فاذا كان عرضه اقل من نسبه معينه بينزل من هون، واذا عرضه اكبر من نسبه معينه بينزل من هون. في مشروع وين سندوس انتوا هل لقيتوا في بارامتر كان اقوى بكثير من كل البارامترز الثانيه؟ ايش هو؟ التوناليتي مثلا. تمام، فمثلا بتصنيف الميوزك مثلا التوناليتي، فراح تلاقي بالديسيجن تري لو انت حليته هون على الديسيجن تري راح يلاقي يطلع التوناليتي فوق، لانه بيعتبروا انه هو اهم بارامتر من البدايه ببدا يطلع عليه يعمل الديسيجن، وبنزل البارامترز الاقل اهميه بتنزل لتحت. تفضل. حلاوه الديسيجن تريز انه ببين لك كيف مشي بالريزنينج تبعه وليش مشي بالريزنينج تبعه، وهذا شيء واضح يعني بفرجينا يعني قد ايه مهم في الكنترول هذا الشيء. طبعا هيك شكل توزيع الكلاسز تقسيمهم على البلين، هذا بيهمنا لقدام عشان لما نشرح عن السبورت فيكتور ماشينز. هلا هذه تذكروا حكينا على الانسمبل ميثودز والبوتستراب اجريجيشن وهي الاشياء، هذه انسمبل ميثود جاب تري تريز وجمعهم كلهم بشكل واحد. شايفين كيف كانوا هيك التريز وهيك جمعهم؟ تمام، صار بعديها. هلا هون في عندنا كمان هذه البوتستراب اجريجيشن، كان في عنده اول انا ما شرحتش عن البوتستراب اجريجيشن، الفكره تبعته انه في عندنا 3 ويك ليرنرز بسيطين. بس تعليق سريع، هذا هون نوع من الكلاسيفيكيشن، انتم متذكرين الكلاسيفيكيشن؟ عندي نقاط معينه بدي اقرر انه هدول بتبعوا للكلاس هاي وهدول بتبعوا للكلاس هاي وهدول بتبعوا للكلاس الثالثه. شو بتلاحظوا في بين النقاط؟ خطوط. الخطوط هي اللي عمال هو بيحاول يلاقي وين يرسم هذا الخط، بحيث انه يقول بالخط اللي على جهه من هذا الخط هو كلاس وعلى الجهه الثانيه من هذا الخط هو كلاس. هدف المشين ليرنينج انه يلاقي وين يرسم هذا الخط. في كثير منهم مشاكل اس في ام، مش كمان نوع من رسم الخط مثلا الاس في ام السبورت فيكتور ماشينز كمان بتحاول ترسم خط معين في مكان معين. كل الكلاسيفيكيشن بروبلمز راح تكون عباره عن رسم خط. طبعا احنا هو راسمها هون بلين عشان اسهل للفهم، بس هي مش شرط انه يكونوا تو انبوت بارامترز، ممكن يكون عدد كبير من الانبوت بارامترز، بصير دايمنشنال سبيس ان دايمنشنال سبيس وبيبطل عندي خط، بصير بلين او هايبر بلين. بس احنا للرسم للفهم بنركز احنا بنرسمهم بس اثنين عشان ننقل الفكره انه هو خط اللي بينفصل عن المناطق هاي حتى نعمل كلاسيفيكيشن. تفضل. هلا احنا في عندنا الرسم ثلاث خطوط لويك ليرنرز، حطهم فوق بعض واخذ زي ما نحكي الافرج تبعهم، واخذ شيء اسمه البوتستراب اجريجيشن. هلا الكينيو سنيبر انا كمان هذه يعني حطيتها عشان نشوف كيف شكل الكيرف فيتنج. الكينيو سنيبر بحط نقطه وبيمشي منها كي بعد كي حوالينا الدائره، فبشوف قد ايه بعد هاي الدائره وهل تدخل في الكلاس ثانيه ولا لا. يعني هو عمل كيرف فيتنج وبعدين شاف مشي بمسافه كي. اذا كانت كي عندنا قيمه صغيره جنرالايزيشن ضعيف وال 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 شو اسمه الكلاسيفاير معقد، اذا كانت عندنا كي قيمتها كبيره الكلاسيفاير بسيط وجنرالايزيشن قوي. هلا سبورت فيكتور ماشينز، ممكن انتم لما طلعتوا انه مثلا انا في عندي الداتا سيت شفتوا قبل شوي بالميثود ممكن كان يرسم الخط زي هيك. هاي جنبك فيه لا في تعب. بس نقطة سريعة، متذكرين الاكس اور بروبلم؟ كنا نحكي الاور بروبلم كلهم هذول كلاسيفيكيشن بروبلمز، وهي كمان مثال على كلاسيفيكيشن بروبلم، بس الاس في ام عماله بحل محل النيورال نتوركس بعملية الكلاسيفيكيشن. وفي شركات او في ناس كلاينتس بصر انه على الاس في ام مش النيورال نتورك، لانه الاس في ام بيقدر يعطيه تفسير اكثر او اوضح كيف عمل عملية الفصل والكلاسيفيكيشن. هلا مثلا اي كلاسيفاير ثاني مثلا نيورال نتورك ممكن يرسم لك خط زي هيك. هلا هو عمل فصل ما بتفرق معه، هو عمل فصل. ممكن الكلاسيفاير الثاني زي ما شفنا الديسيجن تريز بيرسم لك شيء زي هيك، هو عمل فصل هيك وعمل هذا بس ما عمل جنراليزيشن ممتاز. ايش فكره السبورت فيكتور ماشينز؟ السبورت فيكتور ماشينز بيجيب لك احسن خط، يعني ما بتطلع على شو اسمه على انه بس يعمل فصل، بيجيب لك الماكسيمم مارجن بين هذا الكلاس وهذا الكلاس، بحيث لو وقعت نقطه هون يعرف انه هذه لهي الكلاس بترجع. كل فاهم ليش هايبر بلين حطينا مش لاين؟ ليش كتبنا كلمة هايبر بلين؟ تمام، هذا بهاي الحالة إذا هو بلين وتو دايمنشنز راح يكون هذا خط، بس الحالة العامة له شو راح يكون؟ بلين أو هايبر بلين، يعني له هاي دايمنشنز.
تفضل. يعني هو هذا شيء مختلف عن النيورال نتور ولا؟ اه مختلف. يعني هذا يعني هو بيستخدم برضه اوبتمايزيشن ولا شو بيستخدم؟ في له الجوريثم كامل هذا بتقدر تجربوه في الاوبتمايزيشن تكنيك، يعني غير تماما تختلف عن النيورال نتورك تكنيكس. هي موجوده بس انه صعب نشرحها لو ما عندناش وقت انه نلتقي ان شاء الله. كله بتقدر تشوفوه على الستاتستكس تول بوكس في الماتلاب. في الماتلاب هلا هلا احنا رسمنا خط واحد، هذه لينيرلي سيبربل مساله صح؟ احنا تعلمنا انه في مسائل ممكن ما تيجي لينيرلي سيبربل، الداتا بوينتس ممكن تكون جنب بعض هيك. ذكرين الاكسكلوسيف اور ما قدرنا نعمل خط واحد يفصل الاثنين او حتى منحنى يفصل الاثنين، اضطرينا نعمل خطين. يعني زي هذه، هاي مش لينيرلي سيبربل. طب كيف بيحلل السبورت فيكتور ماشينز؟ بروح برفعها لهايبر بلين، برفعها ل 3 دايمنشنز وبيحط هايبر بلين بيفصل بينهم، ولما يرجع ينزلها بينزل خط هذا، بس هذا الخط عباره عن خط مستقيم في الهايبر في الهاير دايمنشنز، فهو كمان اوبتيمايز سولوشن. يعني هذا احسن شيء ممكن نلاقيه. هاي فائده السبورت فيكتور ماشينز. هلا بدنا ناخذ الفكره العامه للموضوع. الارتفيشال انتليجنس في منه المشين ليرنينج، في منه الكلاسيفيكيشن حكينا عنهم، وبعدين بنطلع على الكلاسيفيكيشن ميثودز والالجوريثمز. خلينا نوقف شوي.